الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الترمذي: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات، قال حدثنا ابن لهيعة. طيب، كان في سؤال خليها بعد الإسناد إن شاء الله. مش ابن لهيعة الكلام فيه كثير جدا، منهم من قال بأنه ضعيف مطلقا، ثقة مطلقا، طبعا الكلام أحمد بن حنبل فيه، وأيضا لتوثيق أحمد بن صالح المصري، ومنهم من قال رواية العبادلة والتفريق بين قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، والصحيح الراجح عند التحقيق ابن لهيعة ضعيف ومدلس، هذا الراجح الصحيح. عن يزيد بن أبي حبيب المصري، طبعا هذه وهو من الثقات الأثبات، كان الإمام ليث بن سعد إذا حدث عنه قال حدثنا عالمنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. عن معمر بن أبي حيية، عن معمر بن أبي حيية قال العدوي مولاهم، قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. عن ابن المسيب، أعلم التابعين على الإطلاق، من خيار التابعين، بل هو خير التابعين، يعني بعد ويس، لكنه أعلم التابعين على الإطلاق، وهو من الفقهاء السبعة، بل هو سيد الفقهاء السبعة. نعم. أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب والوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إهني عمر والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وفي الباب عن أبي سعيد حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. ممتاز. هذا الحديث يبين لنا أن الفطر الله تعالى جعل أسبابا للفطر، من أسباب الفطر المرض، ومن أسباب الفطر السفر. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال: فمن كان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل المرض والسفر من الرخص التي من تمسك بها أفطر. أباح الله الفطرة في السفر وفي المرض، وأيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة في لقاء العدو، وعند لقاء العدو هذا من يعني يكون من باب أولى، إن كان من أجل المشقة التي تلحق بالصائم عند السفر، السفر قطع من العذاب، أو المشقة التي تلحقه عند المرض، فمن باب أولى المشقة العظيمة التي تلحق في ساحة الورى، وأيضا الخوف من تمكين أهل الكفر على أهل الإسلام، لأنه سيجد المرء من نفسه الضعف لا يستطيع أن يجابه العدو، فيعني تكون الغلبة لأعداء الله جل في علاه، فيجوز بل قد يجب الإفطار عند ملاقاة العدو. وهذا ولذلك قال: وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه مسلم، والحديث: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا، لهذا قبل القرب من العدو. قال: الفطر يعني أقوى لكم، فكانت، ثم قال: إنكم مصبحوا عدوكم، يعني خلاص اقتربتم منهم جدا، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. هنا كانت أمرا، والأمر ظاهره الوجوب، فكانت أمرا، آسف، كانت أمرا والفطر والأمر ظاهره الوجوب، فكانت عزمة من العزمات. قال: فأفطرنا. وأخرجه مالك أيضا في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفري عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الشافعي وأبو داود وصححه الحاكم. طبعا الحديث هذا فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف كما قلنا، والحديث يضعف بوجود ابن لهيعة، وإن كان الحديث له طرق، وهذه الطرق تقويه.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أمر بالفطر في غزوة غزاها. أقول الفطر للحرب من باب أولى، يعني ولو لم يصح الحديث إسنادا لكن الطرق تقويه يرتقي للاحتجاج، لكن وإن لم يرتقي فإن العلة متمكنة إذا قلنا بأن الله تعالى رخص للمسافر ورخص للمريض بالفطر لدفع المشقة، فإن مشقة غلبة العدو على أهل الإسلام أعظم ما تكون من المشقة المعنوية والحسية. فلذلك التقوي للقاء العدو من الوجوب بمكان، قد نقول يجب الفطر لملاقات عند ملاقات العدو لا أن يستحب. وكان ابن تيمية يمر عليهم جميعا ويأكل أمامهم، هو ما يريد لكن يأكل أمامه ليبين لهم أن النبي أمر وقال تقووا على عدوكم. يبقى هنا لو رجل يجد نفسه جلدا صلبا صلدا يستطيع أن يتحمل المشقة ويستطيع أن يجابه أهل الكفر وهو صائم، أنا والله الذي أدين الله به أنه أولى أن يكون كذلك، لأننا نتقوى على العدو لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالزاد ولا 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 بالكثرة ولا بالعدد، لا بالعدد ولا بالعدة، كما قال عمر الخطاب نحن نجاب القوم بالإيمان والكفر. فكلما ازدادت التقوى ازدادت القوة، وكلما زاد القلب قوة إيمانية كلما كان الأمر والغلبة لأهل الإيمان. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، نعم، لكن قوة الإيمان هي المحركة للرامي في هذا الباب. نعم، يبقى إذن الفطر أيضا يجوز عند ملاقات العدو سواء كان في سفر أو كان في حضر، سواء كان سفرا أو كان حضرا. نعم، ولذلك قال الترمذي وبه يقول بعض أهل العلم، بل الحق أن الرخصة هذه في قول جميع أهل العلم أنه له الفطر عند ملاقات العدو، وهذا أيضا من باب تحقيق مقاصد الشريعة. فوائد المستنبطة: وجوب الأخذ بكل وسيلة لنصرة الدين، سعة الشريعة، رحمة الله بالمكلفين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.